لما تفتحوا السيت ويب مفروض يطلع لكم dans la liste des examens un examen pour l'année 2017-2018 هذا جديد نعمل له upload هو عبارة عن هذا الزيب فايل حتلاقوا فيه بقلبه الانونسي اللي انطبعت على أوراق انعطت للطلاب بالامتحان دو فيشي اكسس واحد هو فاضي حينعمل فيه كرياسيون لتابل بالكيسيون نيميرو 1 انطلب منكم تعملوا كرياسيون لتابل وليزون بين التابل كيسيون نيميرو 2 3 بينحلوا بهذا الفايل لانه هذا الفايل هو ديجا فيه تابل وفيه دوني مثل ما اشتغلنا بالحصص تاعو الكويريز وتاعو الفورمز والريبورتس كيسيون نيميرو 2 حتشوفوا هي خاصه بالفورمز اند ريبورتس الكيسيون نيميرو 2 خاصه بالكويريز يعني بالركات كيسيون نيميرو 3 خاصه ب الفورم اي ريبورتس اوكي يعني فورمولير اي رابور والكيسيون نيميرو 4 هي خاصه بالاكسل فبتنعمل بهذا الفيشي داكور جو كرو سيت اني سا سرا الميم لوجيك اوكي كيسيون نيميرو 1 كرياسيون دو تابل 2 3 2 هي الركات و 3 هي الفورمولير ولو بنعملوا نفس الفيشي بس اني انديبوندون كاكيسيون يعني انت في الواحد مثل ما شفتوا في الواحد يخلق فورمولير من دون ما يكون يعرف فيه يكتب روكات او فيس فيرسا اكيد انا بتمنى نكون قادرين على الاثنين سوا داكور يعني تقدروا تعملوا فورمولير على الباز دو دوني وتقدروا كمان تعملوا روكات عليها باول اكزرسيس بعطي انا رسمي لوضح كيف شكل التابل وشو الريلاسيون بيناتهم وبعطي كمان ديكسيونير دي زاتريبيو يعني هون بعطي كيف شكل الشوما ريلاسيونيل الاندرسكور بتعني كلي بريمير الاتوال يعني كلي اترونجير جاي من تابل تاني بنعملها لوك اب اذا بتتذكروا على حد رجع نشوفهم بالتفصيل والديكسيونير دي شون او دي زاتريبيو كون عم بقول فيه كل اتريبيو شو تيب دو دوني تاعو اذا كان اوتو نمبر ولا نمبر اذا كان شورت تكست لونج تكست بوليان هايبر لينك اتسيتيرا اتسيتيرا دونك هذا بس بيصير واحد من الكومبو بوكس هو عم يخلق الاتريبيو بنقي له تيب تاعو الوحيدين اللي هن الواحد لازم ينتبه لهم هن اللي بده يعمل لهم لوك اب من تابل تاني يعني بده يجي يقول له مثلا التابل اسمها سيرف ديش بين بتاخد ان اي دي لريستورنت واي دي لديش لتقول انه هذا الريستورنت اللي عنده هذا الاي دي يلوفر سو سيت ريسيت لا او سو بلا لا ا سو بري لا اي دوبوي سيت دات لا اون ذا منيو سينس هي دوبوي اون سيرتين دات داكور دونك هذا هلا حنشوفه نعملو كرياس يكون عندنا بلا بريمير بنفس يا هذه يمكن كمان انه بلا مفروض كون اشتغلناها en quelque sorte peut-être non mais livraison table اسمها livraison ما اكترثنا نحط شو هي الكلي بريمير مع انه هي اذا بدك اكيد سكي ديفيني une livraison هي شوفور عم بحكي الاكزرسيس تاعنا شوفور معين بعد طلبيه من شركه A لشركه B منا كافي ككلي بريمير بعد ككوبل مع كتوبل مع بعضهم لانه ممكن يعمل له نفس الشوفير لنفس الشركتين اكثر من ليفريزون بس بدخلي مع الدات ايفنتوالمون دات مع الاور ساعتها ممكن يكون هالكوادروبل هيدا هالتوبل هيدا المؤلف من 4 اليمون ممكن يلبق يكون هو كلي بريمير لانه مستحيل لكنه نفس الشخص يعمل من نفس الشركه لنفس الشركه ليفريزون على ميم دات ميم اور سا سا نا با سونس سا نيكزيست با اوكي فوالا فهيك بهالحالة كنا ممكن ناخذهم أربعة جو كخوا أنا بو دي ريزون دو سامبليسيتي ما حطيتهم بوقتها إنه هني مع بعضهم كلي بريمير ودو توت فاسون ما كثير اكترثنا هيدا داتابيز كيف ماجيكمون انخلقت عرفت إنه عطيتكم إياها جاهزة خالصة لنشتغل فيها روكيت داكور وروكيت شفتوا بيزبطوا من دون ما كنا أنا معرفهم كلي بريمير بس الأصول اللي يكون الكلي تاع هيدا التابل هالكوبل ريستورانت اي دي مع ديش اي دي غير هيك كمان على فكرة فيهم هني يجي يقولوا حنعطيه شيء اسمه سيرف ديش اي دي اوكي اس دي اي دي يكون هو ان نيميرو اوتوماتيكمون جينيري او انكريمونتي او البديكي يكون هو غير الار اي دي والدي اي دي اوكي مثل كانه انه هيدا هو سيبريت اي دي بغض النظر عن الفالور تاعو ريستورنت اي دي وديش اي دي اللي جاي من التابل الثاني اوكي دونك اون بو فير دو سيت مانيير لا دونك هلا حنشوف انا كل حال كيف تحديدا هيدي الشوما بتنرسم بعدين حنشوف سؤال الركات على باز دوني تانية فحتلاقوني إذا بتفتحوها بتلاقوه بقلب التابل بقلب الريلاسيون بقلب دوني ديجا معبيين بلان دو لين بتقروا النص هون لتقدروا تفهموا الريلاسيون وكل تابل شو في بقلبها خاصة إذا كنت تعطيها بالانجلي مشان تفهموا كل شون شو بيعني لأنه بعد شوي لما أكتب الركات
لازم واحد يقول مثلا لا ليست دي برينون اي دي نون، لازم يعرف انه هني مثلا ولا فيرست نيم اند لاست نيم جاي من هالتيبل. حلو انه انا غالبا ما بشرحهم اذا في حال كان باز دوني بالانجلي، بشرحهم حتى بقلب الركات بين بارونتيز بقول اي اتريبيو انا قصدي عليه. اوكي يعني مثلا كي يبيت شي باك الادريس، فانه بحط بلينك ادريسز مثلا، اوكي انه ايتيغال اكازا etc. الفورمز اند ريبورتس شايفين معمرين على هدول التابل بنفس الباز دوني. كونت اون فيني دو سيت اكزرسيس اون فيرم لو فيشي، بنكون عم نعمل سيف كل الوقت، ما يكون خلصنا هالبارتي اخر فيشي، اخر بارتي بنعمل بالفيشي اللي اسمه question4.xl. دونك هون انا عاطي اكسل صح، بس واقف تقريبا مثل ما عملنا قبل البارسيال، يعني واقف عند الكونتينيو تاع البارسيال. السنه الماضيه بالسبرينغ صار في اضرابات كتير، فما لحقنا ناخذ بارتي، يعني عامل هي الحصه المراجعه اللي عملناها الاسبوع الماضي في لوك اب مع اف ان اي وهالقصص هيدي اللي بتعمل فيريفيكاسيون ولا شو اسمه. كنت شارحهم بس ما دخلتهم مثل ما دخلتهم، مثل ما انه بالبارسيال لقلكم كمان ما دخلتهم. بس هلا اذا اشتغل يعني فينا ناخذ نفس هذا الاكزامبل ونشتغل عليه في لوك اب نحن مانويلمون، ومنصير قادرين يعني تشوفوا هالسنه بالفينال. حيكون هالبارتي الوحيده اللي زايده بالاكسل، بس حتفوت كمان مشان يسع وقت الامتحان، ممكن تفوت من دون ما ادخل انا ما بعرف مينيموم او ماكسيموم وهالقد انه فوت بالتفاصيل. يعني هدول كترتهم الاسئله البازيك لانه ما كان في مجال، انه ما كنت شارح، ما كنت بدي اجيب على البارتي الافونسي. فدونك تو سامبلومون سا بو اتر ميم نومبر دو كيستيون او ان بو موان حتى، ويكون داخل في لوك اب. اوكي دونك فوالا هذا الشرح العام، بس مشان لما تجي على الامتحان ما تكونوا ملبكين، تعرفوا كيف بيكون الستركتور تاع الاكزام. داكور اوكي الا اون فا سون فونسي لنشوف كيف نخلعهم. دونك كومونسون بار لو بروميير اكزرسيس. دونك انا حاخذ كوبي عن الفيشي تاعو لي حسميها، بحطه بقلب دوسي اسمه سوليوشن. هيك بصير كمان هالدوسي هذا بحط لكم سوليوشن فينال 2017-2018. هيك كمان بحط لكم اياه بالاخير جوست او كاو، بس اكيد هو المراحل تمرق فيها، يعني ما في شيء اسمه سوليوشن هالقد مهم قد ما انه المراحل اللي انتم تمرقوا فيها. بون دونك لو بروميير فيشي سا سرا اون باز دوني فيد كوم دابيتود. اوكي اي دونك لا فوالا يا ريان لا دون. C'est à moi de créer ce schéma-là, d'accord? Donc il paraît donc il y a trois tables: restaurant, dishes and serve dish. Le restaurant c'est maïni min chaque là, mais on a, يعني أنا حاطهم بالأول بتحس restaurant ne dépend de rien, dishes ne dépend de rien. عندي هاد table qui dépend des deux. Donc Michel Hake, l'ordre de création idéal, c'est vraiment de faire la table restaurant d'abord, بعدين dishes, بعدين serve dish. Juste au cas où انا ما انتبهت او ما حطيتهم دون بون اوردر، انت المفروض يكون عندك كومن سنس. لما تشوف تابل ما عندها ايتوال بالمره، لما تابل ما عندها ولا اتريبيو عليه ايتوال، معناتها ما في ولا اتريبيو من الاتريبيو تاعها، ولا هو كلي اترانجير جاي من غير محل. فهيدي تابل مثل هيدي او مثل هي، هيدي تابل فيك تخلقها انت ببدايه الطريق. اكزاكتومون مثل لو كنا نحن بنخلق التابل اللي اسمها فيل وسوسيتي وكذا وشوفور وهيك، اكيد كنبلش بالفيل لانه نو ديبون دو ريان، بينما شوفور بده فيل للادريس تاعيته، سوسيتي بدها فيل، والليفريزون تجي بالاخير لانه بدها سوسيتي وبدها شوفور. اوكي ف سي دابيتود سي دو سيت مانيير لا كون كري لي تابل. اوكي حسب الديبوندونسي. دونك جو في كومونسي بار لا تابل كي سابيل ريستوران، نروح على كرييت تيبل. وكانه اول سؤال il concerne ce menu là، ثاني سؤال سا كونسيرن سو منيو لا لي كويري، ثالث سؤال هو الفورم والريبورت. شايفين فكانوا واحد مرق على هدول كلهم. دونك اون تابل اللي بيمشي هلا اذا بقلل شرح وبيمشي بسرعه، بس منشان تشوفوا انه انا يمكن تاخذ معي هلا ساعه ونص ويا دوب لحق خلص الاكزام. بس هو دابيتود اذا انت عم تقرا وتطبق دغري ومتوقع هذا ستيل الامتحان، اذا بترجع تشوف حتى الامتحانات القديمه كله قريب من بعضه، بس عم يفرق اسم التابل واسم الاتريبيو. مش عم نضحك على اللي بيعرفهم مزبوط وشغله مزبوط، بيعرف انه انا بس غيرت اسماء القصص. اوكي ما في شيء دون سيغ لو فون داكور. فما مفروض الامور تاخذ كثير وقت. ديزاين فيو ريستورنت اسم التابل. في عندي انا بقلبها ان بروميير شون كي سابيل ار اي دي. سيت ان اوتو نمبر مثل ما هون قايل تحت. اوكي فهون بيلزمني يكون عيني على الديكسيونير دي زاتريبيو. سيت ان اوتو نمبر. بعدين في عندي ار نيم، ار ادريس هني شورت تكست. سبيسياليتي هي بوليان.
وويب سايت هي هايبر لينك. شايفين كيف كمان اعطيكم اياهم داونلود مشان ما كثير تتعذبوا بقراءه التابل. دونك بصير بستوحي منهم ودغري بعبيهم اون ميم تون. دونك شكوا ار نيم هو ريستورنت نيم اتس ا شورت تكست ار ادرس شكوا ولا ادرس على الحل. دونك حاولوا تلتزموا ب الاسماء الاتريبيوت مثل ما هو عطينا اياه ماكسيموم. هلا انتم بكون معكم ورقه على جنب, بس انا حتى لو ما كان عندي ورقه في حاول يعني اذا في حال ايفنتوال معطيتكم الانونسي سو فورم دو فيشي بي دي اف فيكم تحطوهم سايد باي سايد وتشتغلوا عليهم. انا هون الاكران لانه عامل ريزوليوشن كتير ضعيفه مشان تقدروا تشوفوا على كبير بالصف, فمش يعني مش طالع معي كتير مجال للشغل. سينو اون بو توجور اميناجي الانترفاس لاقدر اشوف وطبق اون ميم تون. دونك ار ادريس هي شورت تكست, سبيسياليتي سبيشاليتيز هي عبارة عن بوليان يس او نو شايفين ويني. وعندي هون ويب سايت هو عبارة عن هايبر لينك. اوكي كان في شيء هون برم على هايبر لينك and I think it's there. D'accord. Donc parfait. Je crois que là ça c'est fait, c'est bon. Je peux le sauvegarder. À le fermer, un des clés primaires, tout va bien. Et là, je peux passer à la création d'une nouvelle table que je vais appeler Dishes. Okay. On peut passer dans le Home à la Design View. Là, de foot, on a fait l'attribut de Aoula. Donc, je vais vous faire un DID, Dish ID, avec un ID. Et puis, c'est un auto number مثل ما إيلين هون بهذا البارتي. عندي دي نيم مفروض يكون كمان هو دو تيب شورت تكست. باردون دونك انا غلطت بشيء ما انتبهت له انه ريستورنت ادرس هي دو تيب ميمو او لونج تكست. عم بقول هيك لانه حسب الفيرسيون تاعيت الاكسس اوقات بيكونوا مسميين هالتيب دو دوني ميمو. انا هون اي ثينك عندي هالونج تكست اوكي, بس بفيرسيون قديم ما بعرف اي لاب بتجوا انتم ممكن يكون اسمها ميمو. اوكي ميمو مقصود فيها تكست اريا كبيره مش تكست فيلد واحد. اوكي فوالا دونك جو في سوفغاردي. دونك شايفين اذا غلطت مثل ما صار معي سي كومبليتمون ايديتابل فيزابل جوابل ما في مشكله ابدا. هو الشيء الوحيد اللي تركي لما تعبيها دوني, بس دابيتود هون هذا سؤال بينتهى هون ما بينطلب منك تعبي دوني حتى. اوكي بوم دونك ديش اي دي حنعتبره هو auto number مثل ما هني طالبين. dish name هو عبارة عن short text. puis on a place عبارة عن list de valeurs starter, main أو dessert. okay تتذكروا كيف كنا نعمل list de valeurs predefini؟ donc مثل look up wizard اللي بستعمله لأروح جيب من محل تاني valeur, بس بفقس عليها ومنهم بقول له I want to type, I will type the values that I want مومم. داكار اوكي دونك هيدي بتخليني نروح جيبها from another field from another table لتكون كلي اترانجير foreign key. هيدي بتخليني actually اكتب انا الفالور بايدي مانويل مو. هلا بنشوفها كيف. دونك حنقول له next. وهيك هلا بس بتعطيني كيف الداتا فاليديشن عملناها المره الماضيه للتيب تاع الساعه بالانترنت كافيه اذا كان هو جيم ولا انترنت. من ورا الداتا فاليديشن قلت له it's a list of value, صار يعطيني كومبو بوكس وفي نقي بس كلمه انترنت او جيمز من وراها. هون نفس الشيء هلا حيطلع عندي, بتقدر تختار بس واحده من الثلاثه فالور. مثلا عندك شيء اسمه اسباس ماريتيم مسطح مائي وعنده الفالور بوسيبل هو اوسيون او لاك او ريفيير او سي. اوكي دونك هذول فالور بوسيبل يقدر ياخذهم, فتيبيكمون بنعرفهم هون. فهلا هون انا عندي كولون واحد حاجي عبي فيه الفالور اي اللي هو هون ستارتر, في فالور تاني باردون في فالور تاني اسمه مين. اوكي ستارتر يعني انتري بال بعالم الطبخ, مين هو المين ديش هو الطبق الرئيسي, و ديزرت هو الديسير. بس نتأكد انه اخذها ولا هلا لما بيجي لهون بقول له انا سمي ليها بليس مثل ما انا كنت كاتب من برا. اي بي جو بو دير
limité à cette liste-là. Hala bsi biatini combo box ma bqa fi dakhl ana shi manuellement bdi naqi wahda min hawdi trwati tabaq ra'isi aw muqabbilat aw halawiyat. D'accord? Voilà. Donc je peux dire finish à la fin. وهلا صار عندي اياها اذا بتطلع بفقص عليها لتتاكدوا انا كيف بصلح يعني انا بفقص هون على اللوك اب اكشلي بس ليت مي تشيك فيري كويكلي دونك فوالا صار هون اذا بفقص على هيدا بيقول لي شورت تكست عادي الفيلد سايز 255 بينما باللوك اب ما في شيء اذا بفقص على كلمه بليس باللوك اب شو طلع لي هون هو عباره عن كومبو بوكس حيطلع هلا اوكي الرو سورس تايب هو فاليو ليست ليست دو فالور Et puis, source, who is starter, main, and dessert. Not a fast name of soul by net. D'accord? Donc, on a pas food to fake, ou le head at the miss, akid am la sah. D'accord? Taban, can feel food come in à la head at the view. Ou chouf, non, hala, ma bafi, na, et la, wahdi min haudi trois valeurs. D'accord? Wahdi min non. Ok? Au pire des cas, wat, ma bit la head at le composant, is a makin, amalit les créations, zat à la lahir. Donc, on peut continuer avec le reste. Mais si hal بالنسبه للبليس اوكي على كل حال عندكم السيناريو موجود بالفيديو يو كان ريفير تو ات الكالوريز هن عباره عن نمبر اوكي كم سعره حراريه اي بوي سي تو داكور دونك هذا التابل خلصناها اوكي بفقسه الرولات تاعت الماوس اذا بفقس عليها بيتسكر مفروض عندي اوكي كنترول دبليو بيسكر لي كمان التابل ومثل ما شفتوا بحرص دائما مسكرون اذا في شيء بعد مش مسيف اذا مش منقى برايمري كي دغري بيعطيني ايرور او مسج بصير باخذ هذا الشيء بالاعتبار قبل ما اروح على الخطوه الثانيه لان هلا مثلا حاتسيب اعمل سيرف ديش اللي عم يستعمل هذيك التابل اذا بتشتغل وبتشتغل وبتشبكم تسيفو بيقول لك ما في سيف لتسيف هذيك بتشبك سيف هذيك اوكي سو فبس يكون انت عم تخلق اذا ما كنت مسيف كل التاب ممكن كثير يصير عندك شغل محل معين بالامتحان مش وقته اوكي بارفي نروح هون على كرييت نيو تيبل دغري بسيف وانا مشان نعطي اسم حسمي سيرف ديش جو دير اوكي اي بي بروح على الهوم بقدر افقص عليه بالديزاين فيو لدخل الاتريبيو تاعو له دونك بار ديفو عنده هون كلمه اي دي دونك حسميها لهيدي ار اي دي بس هون بدل ما تكون اوتو نمبر حنروح اون فيت اول شيء شيل عنا البرايمري كي دونك هون بفقص على فقس بدي شيلها ليه لانه هلا بعد شوي بدي احطها هي وحده ثانيه بعلمهم اثنيناتهم بقول لهم برايمري كي دون سلكو داكور اذا عندي شغلتين عندي هون دي اي دي هون دي اي دي وعندي محل تاني ار اي دي اذا بفقص هون بقول له هيدا برايمري كي برجع بقول له هون برايمري كي سو بتروح عن الثاني اوكي سو محل انا بديهم اثنيناتهم مع بعض يكونوا برايمري كي بس مش هعمل هذا الشيء الا ما يكون اول شيء متاكد انه يسون دو بون تيب اهم شيء نعمل ريلاسيون بيناتهم داكور دونك اذا بحاول انا هلا بس اعمل سيف لهيدي التيبل حابب اروح هون على الداتابيز تولز بقول له فرجيني ريليشن شيبس بقول له زد لي هيدي التيبل وهيدي التيبل وهيدي التيبل بلايون ديكونيكتي ما في بيناتهم اي ريلاسيون داكور مزبوط فلحديت هون حتى شخص لو خلق هلا وكفى دي برايس وان منيو سلايس وكذا مش ماشي الحال مش حياخذ يعني في جزء من العلامه ما بعرف قديش هذا السؤال عليه 10 بوان في يمكن 3 à 4 بوان بوتيتر على كرياسيون دي ليون داكور انه فمهم كتير يكون يثبت معكم اللوكابوز لأنه مثل ما شفتوا ليش بحط هالقد علامات لأنه فعليا ما بيثبت ولا روكات معك على الأخير إذا ما كان عندك الريلاسيون معملين صح تذكروا أيام للجوين أوكي سو من خامس سادس روكات لازم لي أنه أقول جيب لي الشوفيرية اللي سكنين بهالمدينة جيب لي السوسيتي اللي أوكي فهيدول اللي يعني الريلاسيون بين التابل لازم يكون معمولين كتير منيح وإلا الانر جوين وهالقصص هذه ما بيشتغلوا معي مزبوط اوكي فلازم يكون ريلاسيون كوركت دونك لا جو في سوفغاردي كمان هيدي ولا كلوز وارجع على التابل تاعي اعمل لها اديت اوكي دونك سيرف ديش رايت كليك عليها ديزاين فيو نرجع نعمل اديشن دونك شوفوا الخطوات قديش سمبل لازم تقدروا تعيدون اكزاكتلي مثل بالبيت يطلع معكم دغري اشاره ان 1 تو ماني اذا طلع لينك عادي كمان ما بتاخذ علامه كامله يمكن بتاخذ مثلا 2 من 4 لتسي لما تطلع ان امن انفيني ساعتها معناتها ريلاسيون عملت افيك لا بون ريسكريبسيون دونك هات لنشوف كيف تنعمل دونك هون حاجي اقول له انا عندي تيب دو دوني تماما مختلف ولوك اب ويزر
The logo doesn't apply to the field of this data type. Yeah. So حغير له أول شيء type تاعه حطه short text. Okay. Save. وبعدين برجع بغير له هلا على lookup wizard. Okay. لأنه كان auto number فكان معتبر حاله إنه ما بيقدر دغري يغيره ولا يصير يجي من table تاني. إنه كيف أنت عم تعمله automatic generation, generation automatic وهلا بدك ترجع تروح تغيره. بما انه انا ما عندي دوني ديجا سوفغاردي فم اون سون فو لانه بعدني عم بخلق تابل ما في دوني كي اكزيست ديجا بدي اعمل لها ميغراسيون للتيب تاعو دونك جو في ريشيرشي دوبي ان شون دي نوتر تابل حنقي تابل اسمها ريستورون حنقي هون الاي دي اللي اسمه ار اي دي حقول له نكست هيدي الايتاب منا ضروري الا اذا انا قايل هي بس مشان انه انا عم نقي الريستورنت اي دي لعرف نيو سيرف ديش انتري بيطلع لي كومبو بوكس وساعتها بدي شيء اسماء الريستوران يطلعوا مرتبين او ارقام الريستوران مرتبين الواحد للان ولا ما بتفرق معي اذا ما بتفرق معي ما في داعي حتى لون كولون لو كنت مدخل فالور هون كان عطاني نموذج عنه لهدول فالور سو هاي التاب منا كتير ويرد او بيزار لا هي لو كنت مدخل فالور كان عم بيفرجيني هون قلبوا علي اكسس عم بيقولوا يفرجيني انه شو الافي تعني نقي هذا الكولون بوي نكست حاحتفظ بهذا الاسم هلا هون هيدي الخطوه المهمه اذا ما فقسوا على enable data integrity and to restrict the delete ما حد بين هالاشاره ال one to many بين اشاره سمبل انه في ريليشن بيناتهم بس مش ممنوع انه فيك تحط restaurant ID مش مزبوط واذا محيط restaurant وفي عنه معلومات مش مشكله والحياه حلوه اوكي يكون ريلاسيون لوز بيناتهم اوكي فدونك انا لما اقول له enable data integrity integration de données لازم يكون دوني كويرنت بين هودي دو تابل وبقول له فينيش بس هيدي هالعملية بعدني مش هحطه برايمري كي هون اوكي بس هسيف حلو يس حلو اعمل كنترول دبليو في حاجي هون على داتابيس تولز ريليشن شيب اوتوماتيكمون صار عندي هالاشاره دكا دونك اخذت العلامه تاعيتها دكا يس يا كنا عم نقول مره انه فينا نعمل دراج اند دروب بيمشي الحال دونك نعمل دراج من هون لهون لاقول انه هيدا دي اي دي مربوطين ببعضهم بقول له انفورس ريفرنشال انتجريتي سلام ام شوز ولا جو بو دير تو كور كومسا كرييت ماست بي اون ذا سيم نمبر اوف فيلدز وذ ذا سيم داتا تايبس يمكن لانه الداتا تايب تاعه انا حاطه لهيدا دي اي دي هو شورت تكست بينما هون هو نمبر اوتو نمبر فدونك جوست افون دو فير سا دونك حعمل على طريقتك اكيد على اللي هي كتير جيده كمان دونك لازم اجي لهون على الدي اي دي قول له سيت ان نومبر داكور بدايه ليصير دو ميم تيب كو لوتر شون دو ميم تيب دو دوني اي بي دون داتا بيس تو ريليشن شيب بعمل ريلاسيون بين هيدي وهيدي دو سيت مانيير لا Et là, le plus essentiel, c'est de renforcer l'intégrité d'un champ. Si je dis create, quand même, j'ai bien lié de la même manière. D'accord? Donc, si je fais rire ou at, ben les deux, ça va. Dans ce cas, c'est de t'obtenir bien sûr. Use whatever you want, Zachi. Ok? Utilisez ce que vous voulez. Mais vérifiez que le lien est créé de cette manière-là. On va dire une échelle one to many. Ok? إذا أي واحدة من الدو ميثود يعني مبدئيا هي أول ميثود على الأكيد بتمشي الحال وإذا بتتذكروا كمان كان في إفي زيادة هلا عم نذكر لأول ميثود إذا بفتح حلقة التيبل اللي اسمها سيرف ديش لعرف نيو سيرف ديش لاحظوا الفرق بيناتهم أوكي هيدي بتعطيني إنه أنا في اختار الريستوران اي دي اختيار هيدي في اكتب شو ما بدي فيها اوكي عادي بقى تذكري شو كان الديش اي دي اوكي سو هذا هو الفرق بيناتهم انا عم صلح موس وبروبابلي مش حانتبه مش حافتح التاب بهذا المود حفوت على داتابيس تولز ولاقي انه في ليان دانتيغريتي كي كري بس فوالا سو دونك اذا ما بتكلفكم شيء انتو تعملوها دو لوتر مانيير دونك رجع فرجيكي هلا الفرق كيف بيصير دونك ديش سيرف ديش ديزاين فيو دونك هون بصير بيجي بقول له لوك اب ويزرد وبقول له بليز جو اهيد جيبه من تيبل تاني هو اسمه dishes حياخد الديش اي دي next سمي لي الديش اي دي and enable the data integrity كانت مفروض تبين مش عارف شو ممكن يكون الريزن اوكي اذا عندك الداتابيس فايل تحديدا يعني جيبي معك نهار الخميس لنشوف شو قصته هو بيكون في شيء بركي اوكي
فلاحظوا كمان الفرق كيف بيصير هون باللوك اب اكشلي قبل ما اروح انا لمحل بعيد باللوك اب بصير بقدر اشوف انه هي عباره حتكون عباره عن كومبو بوكس وحتكون عباره عن تيبل كويري حتروح تجيب سيلكت ديش دوت دي اي دي فروم ديشز اوكي هذا الشيء حيصير يخليها مثل ما قلت لكم لما بنجي لهون حيطلع عندي يصير كومبو بوكس ويطلع لي هون كل الديش اي ديز سو هذا فرق عن الفري فورم اللي كان في اكتب فيها شو ما بدي من شوي اوكي ممنوع كنت اكتب يعني لو كتبت شو ما بدي بس اعمل فاليدي بيقول لي هذا الديش اي دي مش مزبوط طب بس شو هن المزبوطين اي دونت نو اوكي بالكومبو بوكس بيصير احلالي انا التول فعليا اوكي بون بريف دونك فينا نرجع هلا على المود اديسيون انكور اون فوا لنحكي بقصه البرايمري كيز كيف فينا نعرفهم مع بعضهم دونك اون بو سيليكسيوني سولوي لا شيفت وبعلم هيدا اللي هون اوكي okay. او حتى جو كوا كنترول يمكن بيمشي الحال ليت مي تشيك يا كنترول بتعلمهم واحد واحد شيفت بتعلم من محل ما انت معلمي للاخير اني anyway. هلا لما بفقس دون سيل كو برايمري كي اثنين بنحطوا مع بعضهم بصير بيعتبروا انه هيدا الكوبل il peut pas être répété هذا الكوبل اوكي بس في يكون نفس الريستوران اي دي ظاهر اكثر من مره نفس الدش في يظهر اكثر من مره يعني دش مثلا لو هي مجموعه ريستورانات في عندك انت دش اسمه دوم لايك اكسترا تشيز برجر فممكن ينوجد باكثر من ريستوران ريستوران بيعني بهالحاله لشان تعيتك هو فرع معين اوكي ريستوران تاع الحدث ريستوران تاع الحمراء اوكي فالعكس صحيح نفس الريستوران الحمراء اكيد بيطرح اكثر من دش مش حيطرح دش واحد اوكي دونك كل واحد بيحق له يتكرر بس الكوبل انه نفس الريستوران اللي بالحمراء بيعطي الاكسا تشيز برجر تذكر مرتين سنة بات سونس بالنسبة لهم اوكي بون بريف دونك هلا في عندي دي برايس هو عبارة عن اذا بنقرا هون عبارة عن كارنسي تيب كارنسي وفي عندي عم بستعمل التاب لانتقله بسرعة من خانة لخانة وعم اكتب هون بالتيب اول حرف من التيب دغري بيطلع لي بعلمه بعمل تاب وبدني رايح الدي برايس عندي كمان اون منيو سينس هذا سي دو تيب دات مثل ما هني قايلين ديت فاذا بنقيها جو كرو ما فيش غيرها دونك الت وسهم لتحت بقدر نقي دونك ما في ديت على الحل دونك شكله قصده فيها الاساس ديت تايم دونك بنقيها اي تو تيغا بيان كنترول اس كنترول دبليو اذا برجع على الداتا بيس تولز اشوف ريليشن شيب بلاي عندي اكزاكتومون نيم دايجرام داكا دونك يعني ماكسيم واحد اذا بده يقرب ليها كثير على عقلي ليسهل التصليح ولا ما اشوف اي شيء غلط بالرسمي دونك في حطهم بنفس الفورما بنفس الطريقه سني با غاف ان دي تو انا بقدر صالحه كيف ما كان بس فوالا دونك اذا عم يحرس هيك صار بفتح بلاقي ريلاسيون معموله صح بفوت بقرا سريعا الداتا تايب تاعو كل الاتريبيوت كل واحد في عليه نص علامه او علامه اللي هو اند ذن يو جيت ذا توتال ذير از نو ريزن انه ما تطبق العلامه تاعت هذا السؤال اوكي اتس فاين هلا une fois tu es sûr de ton travail sauvegarde وكون منتبه على وين عم بيقولوا لك انه لازم تسيف الزملاء بالمختبر تكون لما يلموا الفايلات ما ياخذوا فايلات فاضيين ياخذوا الفايلات اللي انت اشتغلت فيهم فانتبهوا لهم منيح بالامتحان et puis là vous pouvez passer à la question suivante d'accord honnêtement انا بعطيه شي ربع ساعه هذا السؤال مش اكثر اي مع التلزيق وكتابه الاسم يعني شي ثلث ساعه على بعضها بس خلص مش اكثر من هيك مستحيل لانه من هي انتم مش حتقعدوا تشرحوا لحدا انتم حتنفذوا وحيكون 2 3 تابل افيك 5 6 اتريبيو سني با تري انودان داكور دونك برونون هلا لوتر داتابيز عم بيقول لنا افتحوا الفيشي اسمه كيسيون 23.accessdb وعم بيشرح لنا التابل دونك شكله عندي ليست دو كليون اسمهم كاستمرز موجودين هون عندهم كاستمر نمبر لاست نيم فيرست نيم بيلينج ادرس يعني ادرس دو فاكتوراسيون ادرس دو ليفريزون شيبينج ادرس سيتي لاني ساكنين فيها ستيت بوستال كود فون اوكي كل كليون ممكن يعمل زيرو او بليزيور اوردر اوكي كوموند بالاوردر في عندي الكاستمر نمبر لاحظوا هون كيف بيعطوها اوردر اي دي من عندها براني عندها كاستمر نمبر واوردر ديت بس الاوردر بقلبها اون ليست دو اوردر ايتم اوكي وهالاوردر ايتم هني عباره عن شو عباره عن الاس كا يو اللي هو النيميرو دو ليتم دون لو ستوك اوكي ستوك كي يونت سمثينج لايك ذات كانه الكود بار اذا بدكم تاع هذا الايتم لسان حالهم عم بيقولوا بقلب
اوردر معينه انعملت بداتا معينه، يعني انا مثلا عملت طلبيه بنهار معين من نفس من هاي الشركه، حيكون في بقلبها مجموعه ايتمز انا اشتريتهم. هالايتم اذا بدي اعرف هو اي واحد هذا الايتم بقدر اعرف هون كل التفاصيل عنه من وراء الاس كي يو. بس بالنهايه انا وقت اللي بشتري بنهار معين بشتري منه كونتيتي محدده مع برايس معين، اوكي اليونت برايس مفروض، اوكي. فبيصير لانه انا ممكن اشتري نفس الايتم من نفس الشركه مره ثانيه يكون البرايس تاعها تغير، اوكي اشتريها بيعوني اياها بسعر اغلى او بسعر ارخص حسب طلع الدولار نزل الدولار تغيرت الامور، اوكي. فدونك فولا هيدي هي الانسامبل دو تابل. ما كتير في داعي الواحد يغوص اكثر من هيك الا لما يكون بقى عنده روكات عن شيء محدد ومحتار انه ايه شو هيدا الشيء، مثلا بده لي دات اونتر كذا اي كذا، فعن جد هذا شلون هو عباره عن دات ولا هو شندو كاركتير، البرايس اكبر من كذا بس يروح يتاكد انه هو كرنسي او نمبر. يعني مش ضروري تشوف كل التابل وتتفرج عليها كلها وتشوف كل الدوني، يعني تفتح هذا كاستمر يمكن يكون بقلبه كتير دوني، اوكي. سو مش مضطرين تضيعوا طاقتكم عليهم تقعدوا تقرون انسون انسون، اوكي. يا بلان بلان دو دوني داكور، دونك اون اون ا با بيزوين، سا سرا اون بيرت دو تون داكور. Getting a look هيك سريعا عليه to get a feeling of it، إيه لتاخدوه تتعود عليه على الباز دوني سي بيان، بس on en a pas besoin نشوف pour longtemps، اوكي. يعني تأكدوا بالانفنتوري نيميرو لبرودوي، عنده اي دي، عنده هون كود، الكونتيتي الموجوده بالستوك، قديه سعر الريتيل تاعه، قديه سعر المبيع تاعه، وشو اسمه، اوكي. بارفي. الاوردر داتا هني هالاوردر نعملت لها الكاستمر بهذا الدات، الاوردر ايتم هذا الايتام اللي عنده هذا الاي دي نبيع بهذا البرايس بار يونيتي، هل قد كانت الكونتيتي بهذا الاوردر داكا. فوالا بارفي. وهدول الكاستمرز معلومات عنهم، دونك اي دي، اسم، اسم صغير، بيلينج ادرس، شيبينج ادرس، سيتي، ستيت، بوستال كود، فون نمبر، اوكي. دونك هدول اكيد الدوني حيتغيروا من سؤال يعني من سنه للثانيه، بس دائما انا بحرص اجيب داتا بيز يكون اكيد بقلبها كثير ريكوردز اذا بقدر، مشان الطلاب يشيلوا فكره من راسهم انه يعملوا اي تويكينج للرؤيه، بدهم يكتبوا روكات، بدهم يخلوا اكسس هو اللي يشتغل عنهم، مش حيقعدوا هن مانيوال مو يعملوا القصص. واحد، واثنين انه يكون في بقلبها تيب دو دوني فاريي، مشان اقدر اقول له ولا دات اي تونتر كذا اي كذا، ولو بري اي بلو غران كذا او اصغر من كذا، لو نون كومونس افيك سو تيرمين افيك اتسيتيرا. هالوراق اللي نحن فتحتهم كلهم قدامكم خلال التي بي، دونك ما في روكات برات هدول. وحتى انا بعتبر ببعض المحلات اشتغلنا اشياء غولاتيفمون اصعب كتير من هدول. دونك بس تفهم التابل وماشي الحال بلش بالروكات اون بار اون، داكور. La liste de tous les clients. Ah, même ben ma rite ou خلاص تيمكن سيت للكليون شوفي بقلبها بتطلع الكليون هي كاستمرز عظيم، لكن بده ليست تاعيتهم كلهم. تاكد في شي تريك لا ليست دو تو لي كليون. مش قايل لك لا ليست دي نو اي برينو دو تو لي كليون، لكن ما في بروجيكسيون بس ماشي. شكله بده كل الكولون وكل الكليون. هلا هيدي في يفتح تاب الكليون كان بلاقيها، بس تاخذ علامتها طاوعنا وعملنا بس، لانه هيدي بده يعطيك علامه، اوكي، على الركات بازيك اللي هي اذا بتذكروها شو كان السنتاكس الاس كيو ال تاعها اذا بتذكروا. كيف بقول له بدي كل الكولون سيلكت اتوال تو تافي، دونك سيلكت اتوال فروم كاستمرز ذاتس ات. هذه اصغر ركات بالحياه، اوكي. دونك اوريدي في عليا نوت، دونك بروح هون على كرييت، لانه بعرف الركات بازيك ففي اعملها بالكويري ديزاين وقول له بس بدي انا الكاستمر تيبل. عايز ازاد لي اياها لا بعد عاد، وبيجي هون بنقي الاتوال 100%، اوكي. مفروض يجيب لي كل الشون، بتاكد منها سريعا سي تو فا بيان، اوكي بارفي. عم بيعطيني هون اكزاكتومون مثل تاب الكاستمر. لتتاكد سريعا بالقليله تاكد من النمبر اوف ريكوردز، اوكي. يعني انا وقت بحط لك وان اوف مدري قديش، مثلا فيك تجي لهون اذا بتعمل 810 بتقول موست بروبابلي اتس كوركت، اوكي. بتطلع هون بالنمبر دو كولون بتلاقيهم كلهم موجودين، دونك يا با ريزون يكون في شيء غلط بهيدي الركات، داكور. لانه اذا بنفتح التاب اللي اسمها كاستمر كمان بنلاقيها، اذا بنروح على اخر ريكورد فيها بنلاقي رقم 810، دونك شكله ما شال شيء، ما فلتر شيء، والكولون كلهم موجودين، دونك تو فا بيان، اوكي. معناتها انت واثق قبل بس
اكشلي هيك عم تصلح لحالك اوريدي، تاكد من جوابك، لان انا هذا اللي بفوت بصلحه تقريبا، يعني كمان بقعد بعدهم واحد واحد، اكيد بفوت بقرا الركيت هون الاس كيو ال لشوف شو عاطيني. سو سيلكت كاستمر دوت ستار فروم كاستمر، هي بيرفكت، حتى ما في داعي تطلع بالريزلتا، بس اوقات لما بتكتبوا شيء شوي مختلف كذا فوت بعد الريكوردز او بتطلع فيه انه اذا كان الرقم مقبول او اذا كان رقم منطقي. متى الركيت لو انتم كتبتوها ان سلايتلي ديفرنت واي بس موست بروبلي هي كوركت. داكور دونك لا جو في سوف غاردي ركيت نيميرو 1 كيو 1 بكون خلصت اول سؤال. اوكي تاني سؤال عم بيقلنا بده لا ليست، اها بلش يعمل بروجيكسيون لا ليست دي برينو فيرست نيم نون اي نيميرو دو تليفون، بده بس نون برينو اي نيميرو دو تليفون دي كليون. لي شون دوافت اتر افيشي اكزاكتومون دون سيت اوردر. ليش هيك عم بيقلنا فيشي تفنجي من وراها؟ اه مزبوط، هن بالتابل، هن لاست نيم بعدين فيرست نيم بعدين فون نمبر، هو بده يكون هون فيرست نيم بعدين لاست نيم بعدين فون نمبر. اوكي ce n'est pas grave du tout. نجي هون على create query design customer، لأنها ركات كمان sample، بس دي انتبه عليها قدر أنا عم فقس على الشوم. أوكي من أول الطريق بيكون أفضل، بس just in case واحد غلط بطريقة معينة وحط مثلا phone number قبل last name، اتفقنا بعلمة من هون بجرة بس يبرجع بيقدر يرتبه مثل ما بده. ce n'est pas grave d'accord. هيدي هي ركات، ما في شي تاني بس في يتأكد منها first name last name and phone number. parfait. بعد 810 من تحت، دونك شكله مش مغلط، مش عامل وير ومفلتر فيهم. دونك ركات نيميرو 2، دونك تخيلوا هدول دايما في عليهم علامات هدول بارتي. هلا هون انا السنه الماضي سمحت لحالي حط بولد على كلمه ديفيرنت، بس منه يمكن هالسنه اكتبها، اكيد بكتبها بالعاده، بس بس ما ضروري يحطها بالبولد، يعني لازم انتم تصيروا تعرفوا نهار اللي بقول لك لا ليست دي ديفيرنت زيتا دي كليون، la liste des différents états des clients. إذا بتطلع هون بدك تيجي تقول لحالك شو قصده في هذا السؤال؟ شايفين كيف بترجع بتزور الدمج، ضروري تشوفوا كل شيء من اول الطريق، قروا الركات وشوفوا شو بلزمكم حابين تفهموا. شو قصده فيها؟ الاتا يعني ستيت. في ناس بأورليانز، في ناس ب ما بعرف هيدي ال اي لوس انجلوس شيكاغو الى اخره، بس مثلا هيدا مثلا سي ا موجوده مرتين، يمكن كاليفورنيا ام نوت شور. اوكي سو هون كمان مره. اوكي اوهايو موجوده هون بعد شوي. ال اي عن جديد، سي اي عن جديد، مزبوط، لكن الناس جايين من ستيتس، من محافظات، من ولايات. اوكي بقى انا بدي بس شوف انه يمكن في ستيتس ما جاي منهم ولا كلاينت. اوكي فبدي شوف انا شو هن هدول الستيتس اللي جاي منهم شي زبون معين. اوكي وانس اجين لما بعمل هذا الشيء في يصير انا اذا بزيد عليه سيلكت كاونت وبعمل له اجريجيشن باي ستيتس، بقدر اعرف من كل ولاية كم كاستمر عندي، بعرف انا وين مثلا لازم اروح حط دعايات اكثر، او وين لازم احط هل داسك محل معين لان في كتير زبونات فيه. كمان اذا في يعمل بس هيدي السلاك اللي هلا حنعملها سلاك ديستينكت، اذا بتتذكروا ستيت فروم تيبل اسمها كاستمر، بتعطيني فكره لي ديفيرونت ايتا اللي جاي منهم كليون، بشكل انا اذا في بشوف ولا مثلا في ايتا معينه ميسيسيبي ما حدا جاي ما عندي ولا كليون فيها، بقول هون خليني افتح مثلا محل اعلانات هونيك، او صير زيد حالي على البيلبوردز عندهم واعلانات وكذا مشان اكتسح هيدي السوق. اوكي سو دون فوالا دونك toujours je ferme tout avant de commencer une nouvelle requête query design حنقي customer table once again حنقي الستيت. اوكي انا بس بدي اعرض الستيت، بس شو كنا نعمل بالانترفاس جرافيك اذا بتتذكروا؟ يونيك ولا بس عشان ما يكون فائس هون ما بتبين لي. اوكي بينما اذا بفقس هون على الركات بالفراغ الرمادي بيطلع لي هون يونيك فاليوز يس ولا لا، حقول له يس. اوكي le même effet je peux l'obtenir tout simplement en tapant select distinct states from customer. OK donc je sauvegarde sous forme de q3 je vérifie اكيد هلا هون ما كتير بتساعدني الخبريه، بشوف انا بدي اشوف رقم اكيد اقل من 810 بس طلع اقل بكتير لانه في كتير تكرار، دونك مش حقدر اكون واثق 100% يمكن. اوكي بس تو سامبلومون بتطلع بهيدي التابل وبشوفها انا اذا ما فيها جروسو مودو تكرار بقول لك اكيد موست بروبابلي ات وركس فاين. هلا لانه هون حاطتهم الفابيتيكال اوردر بعد كمان كثير هين التشيك عليهم. اوكي دونك بس تاكد سريعا انه ما فيها تكرار يو ويل بي ان ذا سيف سايد، وطبعا اللي متاكد من السنتكس ما في داعي شيك شيء. لا كيستيون نيميرو 4 عم بيقول بده النون باردون لي برينو نون والفيل دي كليون كي هابيت على فيل اسمها دالاس. اوكي
So create query design. بلشنا ها نعمل where اول where close. Okay. لو بدنا كمان برضو من الكاستمر بدنا ال first name, last name وال city. Okay. يعني طبعا هون انت عم تقرأ اذا لقيت نوم برينوم بعدنا حكينهم أكثر من مرة صرت تحافظه المفروض وفيل شو قصده بفيل فيك تطلع لفوق على الديسكريبشن تعيد التابلة وتقول شو هي فيل شو هي فيل تقول اه هلا هون مش شارحها بس بلا اكشلي اي اي انفان فيل ايتا اي كود بوستال نيورو تليفون هن سيتي ستيت بوستال ريسبكتيفمون دونك فوالا دونك انا بحرص حتى لو كلمة اسي ايفيدونت كو لو مو سيتي اني واي بترجمها بس مشان ما يكون في علي مسؤولية يكون كل شيء واضح دونك هون بده السيتي دونك فينا نجي نحط له بس كرايتيريا تكون هي شو دالاس اوكي هذا الشيء اذا بحاول روح شوفه بالاس كيو ال كانوا عم بيقول لي وير ذا كاستم دوت سيتي از ايكوال تو دالاس هذا جو لو كومبرون بارفيتمون اي سي جو فيريفي بلا انه فعليا عندي هاودي لين اوكي دونك جو سوف غارد افيك كيو 4 اي لا سي انكور اون نوت دو غاني بدو بالله ركات 5 كويري نمبر 5 لي برينوم نو دي كليون كي هابيت ا دالاس et qui ont deux adresses différentes de livraison, shipping address et de facturation billing address. OK. تعال نشوف من هودي الشباب يعني اذا بدك شوف حاول اتنبأ شو قصده في اجي هون على الكويري ديزاين وقال له بعد فرجيني بليز البيلينج ادرس والشيبينج ادرس هعدلها بس مؤقتا برجع بشيله بعد شوي هات لنشوف شو القصه بلاقي انه في عندي منى حيات عندها الشيبينج ادرس والبيلينج ادرس هي ذاتها اوكي بينما مسائب الان وابورفا عندهم تو ديفرنت بيلينج اند شيبينج ادرس اوكي يعني الشيبينج والبيلينج ادرس مختلفين عن بعضهم هات لنرجع نتاكد شو بده البرينوم والنوم دي كليون كي هابيت ادالاس اوكي ملاحظ كيف بيشبهوا الركات بيصيروا بعضهم فانت عم بيوحي لك اعمل كوبي بيست وغير بس بارتي معينه اي qui ont deux adresses de livraison et de facturation différentes. OK, qui ont deux adresses différentes de livraison et de facturation. D'accord, parfait. Donc avant chez je vais ظبط هيدي هم حي منا هدول الدو شون بعمل لهم بعلمهم بقول لهم delete. OK. Je peux copier coller la requête ou autre مش كتير لذيذ بتذكروا كان اذا كان فيها join او شيء بتعلق لنا بس au moins انا je sais très bien comment la créer. Donc je peux aller vite fait la refaire. من customer عارف حالي أنا بدي first name بالأول بعدين last name هالمرة ما بقى بدي الفيل بدي أحكي عن البيلينج address والشيبينج address بس دي قلهم different هذا شيء صعب أنه ينكتب هون من قلب الديزاين فيو donc ce que je peux faire أنا بتعرفوا شو ححطهم بس مشان أعرف كيف بينكتبوا بقلب الركات يعني لازم بروح على SQL view بلاقيهم مكتوبين somewhere وهلا هون بصير بقدر أنا زيد الوير بإيدي بقول له وير وبياخد كلمة shipping address where shipping address مين بيذكر كيف إشارة different لكن دي قل له إيجال كنت بحط إيجال عادية مزبوط هلأ هون مثلا مفروض تطلع معنا حياة اللي هي shipping address عيتها إيجال للbilling address أوكي بس هو بده عكس هايدي فوالا سوف قادي en tant que requête numéro 5 نعرضون ما قلنا له باي ذا واي شارلي زيري ليش طلع لي كتير ريزلتا بتتذكر هو شو بده نوم برينوم كي هابيت ا ادالاس اوكي دونك مفروض بعد سازيد دونك وير سيتي از ايكوال تو دالاس اوكي اند الشيبينج ادرس يكون هو فعليا مفروض يكون ديفيرون هنجربها اول شيء بالايجال طلع معي منى اوكي بس اذا بدي اللي هن ديفيرون شو مفروض حد بدل إيجال في كذا طريقة مين بيقول لي سؤال شي في حط هون and not بحط هذه البارانتيز لوجيك اوكي اي سا سي فو not انه إيجال او كمان تو سامبلمون كان في استعمل اوبيراتور اللي اسمه ديفيرون تاك اوكي ou bien plus petit, ou bien plus grand strictement, yani, ce n'est pas égal. D'accord? Quand je sauvegarde, j'exécute bitlamai ln and apulfa. D'accord? C'est bon? Parfait.
Voilà, fichier tani هو كان تعلو نوم برينوم دي كليون كي هابيت ا دالاس شايفين لكن السيتي بستعملها بالوير كلوز بس ما بدي اعرضهم والشيبينج والبيلينج ادرس حاستعملهم لاقول انه هن لازم يكونوا ديفيرون بس ما بعرضهم داكور دونك بوصل لمحل بصير شو احيانا اشتغل اس كيو ال كويريز من اني استعمل الكويري ديزاين اوكي بارفي فضلنا ثلاثه روكيت بس اوريدي هدول كلهم بالجايبه كانوا مفروض يكونوا ريلاتيفمون سهلين داكور دونك طبيعي يمكن اوقات يتقل الريتم شوي بالروكاتات الاخرانيات بس كمان مش اوتون كو نحن شو اشتغلنا بالصف بالصف انا فرجيكم اكثر بكثير مما لازم لي برينو اي نو دي كليون دون لو نو يعني اللاست نيم اكدت علي انا بعرف الطلاب ممكن يغلطوا فيهم ايت ايغال ا ال اي اوكي لي اي كي هابيت ا اون فيل دون لو نو كومونس بار نيو او كي سو تيرمين بار فيل اوكي On s'en fout, il y a fi hada wala la wala kaza. Donc هل مرة تعاون جرب من دون ما نقرا التابل للكاستمر ونضيع وقتنا لنشوف شو حيطلع الريزلت تعاون جرب نحن نكتب روكات فروم سكراتش اوكي يا هلا دونك حنقي هون التابل اللي اسمه كاستمر وانس اجين بدي اقول له انا بدي الفيرست نيم واللاست نيم بس حفوت هون دغري على الاس كيو ال فيو وبلش اشتغل بالوير كلوز انا على ايدي حامله ستيب باي ستيب دونك اون فو كو لو last name OK soit égal à li exactement égal OK et que on and no et qui habite à une ville dont le nom commence par ça ou se termine par ça d'accord donc مثل حدا عم بيقول لك انا بدي يكون جيب لي مثلا اي حدا اسمه let's say بلال بس بيعلم او applied info او معلوماتية عامة OK فحيجيبهم كلهم اذا في حدا اسمه بلال بيعلم هيدي بيجيبوا اذا في اسمه بلال بيعلم الماده الثانيه كمان بيجيبوا اوكي سو ليه لانه في عنده هون قدام الاند في عنده اور كبيره اوكي فبس تظبط هيك الاوردر وتحط البارنثيسس مزبوط ما بيعود في خوف على الاكسبرشن تطلع فيها اي ايرور هلا الدو كونديسيون هن كما يلي حنكتب كل وحده منهم على سطر دونك اول كونديسيون هي كو لو سيتي كومونس بار commence par اذا بتذكروا كنا نحط لايك اوكي ونحط نيو ونقول له بعدين ايتوال داكور انه نيو شو ما كان في بعدها نيوزفيل نيو مدري مين نيو مانهاتن نيو ما بيهمني شو كي بتكفي اسم المدينه اي بي كو لو سيتي ان فيت او بيان كو لو سيتي سوا كوم لو تكست سويفون ايتوال وبتنتهي بفيل اوكي هلا على فكرة أصلاً حتى كمان هو إذا كان في شيء مدينة اسمها نيوزفيل أو ما أدري شو كمان بيجيب لنا إياهم يعني أي شيء لو هي بتبلش بنيو بتنتهي بفيل ما بتكون لي دو كونديسيون لا سون ساتيسفيت هيدي وهيدي بيكونوا فري بس هو بيكفي واحدة منهم تكون فري يعني نيو أورليانز ومانزفيل اثنينتهم هن سيتي مطابقين لهدول المواصفات بس على شرط المهم يكون الشخص هيدا اسم عائلته لي فكل الاشخاص اللي اسمهم لي وساكنين بمدن هيك اسمهم حيجيب لنا اياهم ليه لانه والله الشوفير قال لي انا وصلت مره شيء على مدينه ما ادري شو اسمه كان زلمه اسمه لي ولخبطنا بالحسابات فيك تشوف لي بس شو اسمه وشو رقمه اوكي دونك اون بو فير اون تيل روكيت نيميرو 6 اون فا فوار لي ريزولتا دونك هلا هون عم يعطيني دايلي اند جياولي اللي فينا كنا نحن نعمله اون فيت شيل هيدي الكونترينت من هون داكور على الاخير يعني تتاكد من الروكيت بدل ما تروح تشوف كل التابل في له بليز عرض لي السيتي معك على طريقك داكور خلينا نشوف شو اعطانا في كتير ليات في واحد ساكن بياب كلير ووتر لينفيل فرانكلينفيل بلاف ستريلتون كذا اوكي ما في ولا واحد ساكن بشيء اسمه نيو بالاول بس في ناس ساكنين هون بشيء بينتهى اسمه فيل اللي هن هودا الاثنين اوكي وهذا اللي عند الريزلت اللي ردت لنا اياه هون لنتاكد اكثر فينا نحط بعد نرجع هيدي الكونديسيون اللي هون اوكي دونك كو سا تيرمين افيك فيل على الحل حشيل الكونديسيون تاعت البارتي تاعت الاور حنشوف انه عم بيعطيني هاو دو ريزلت اوكي اذا بحط الكونديسيون ال الثانيه لحالها الاولانيه سوري لحالها بيعطيني ماشي لانه ما في ولا واحد سكن ماشي ببلش بنيو اوكي اي بي سي جو مي لونيون لونيون تاع انصامبل بقلبو دو زيليمون مع انصامبل فيد بيطلع انصامبل قلبو دو زيليمون ما في غيره اوكي كنترول اس جو فيزواليز اي تو فا بيان داكور دونك سي كوم سا كون بو فريمون اتر يعني فيريفيي كو نوتر روكيت سيكزيكوت كوركتومون داكور
Parfait. Requête numéro 7, Bado, les noms, les pièces, pièce name, and quantité, quantity et prix, price, des pièces de vente dont le prix est supérieur à 150. Donc, nous allons voir maintenant les mots. Donc, chaque mot aujourd'hui, OK, fait quantity ou price. Ah, parce que j'ai quand même le piece name, OK. So, هون لكان بده يجي يعمل لينك بين دو تاب. دونك هي اول ركاد باي ذا واي بيضطر يعمل فيها جوين. اوكي؟ لانه في معلومه من هون اسمها بيس نيم. في معلومه من هون جاي اسمها كوانتيتي اند برايس. وبده يجيبهم يعرضهم اثنيناتهم. بس او لو بري اي سوبيريور 150 بده يفلتر هون حسب البري يكون اكبر من 150. بارفي. دونك لا اون بو يالي. ديزاين. المعلومات موجودين بقلب اوردر. Item و inventory دكا لحاله هلا بيكون إذا بروح شوف الاسكيل كون عمل لي join inner join بين التاب بيكون وفر علي. هنرجع على الديزاين لنكفي اللي أنا بدي إيه. بدي piece name piece name بدي quantity and the price. وفورتشنتلي هون الورك لوز مش كتير معقدة ففي اكتب أنا بإيدي اكتب أكبر من 150. أوكي عم بيقول هون كي سون superior. دونك ليش رجعت لهون لأقرا لدقق كي سون بلو غرون و ايغال ولا بلو غرون. حرام روح علي نص علامة وعلامة على شيء سخيف انه ما عرفت اذا بلو. اوكي كي سون انتر كازا اي كازا بحطهم بلو غرون و ايغال اصغر او ايغال. اوكي دونك لو ما في شيء بري تاعه 100% 150 بس انا بس مشان لما بيقرا الاستاذ السؤال يبين عليه انه سي كومبليتمون كوريكت. دونك لا جو بو فيريفي عم يعمل لي سيلكت piece name quantity and the price from هدول الدو تابل. عم يعمل inner join على الاس كا يو على الكلي اترانجير كلي بريمير. عم بيقول له where the order item dot price اكبر من 150. داكور بالنسبه لهيدي النوتاسيون بين كروشي عم بيحطها لمين؟ عم بيحطها للتابل اللي اسمها فيو اسباس. اوكي فهلا المفروض يكون وضح لكم ليش كنا كل وقت نتفادى نزيد اسباس نحط كلمه وحده او كلمه ملزقه باندرلاين اندرسكور. اوكي سو بس مشان نتفادى انه يصير اسم الروكيت معقد كثير. اذا كان اسم التابل او اسم الاتريبيو بقلبه اسباس بلون مضطر يحطوه هو بين كروشي. تعرف انه من هون لهون هي كلمه واحده. اوكي فهذا اللي عم يزيد عدد البارونتيز والكروشي بس بالنهايه بس عم بيقول برايس اكبر من 150. جو فيريفي لو ريزولتا اي لا مفروض كل الايتان اللي البري تاعهم كان اكبر من 150 بينوا عندي. اوكي فوالا Non, je sauvegarde avec le nom Q7 et ça sera fait. Fichi soit à l'ardit, guys. Ok, under control. Puis, à la fin, les noms, il y a le piece name, quantité et prix, et même la date d'achat. Ah, le IG, c'est une table telle. Là, quand on va la fiesta, on va bien, mais je vais tuer 23 tables, c'est pas la fin du monde. Des pièces achetées par le client qui s'appelle Yon Kim. Oh my god, ok, donc je vais faire après ça, c'est la liaison avec la table de Rabia. On s'en fout, nous allons travailler, l'access va travailler. Donc, la table customer, order date, data, order item and inventory. Je vais faire tout ça, je vais faire la donnée à l'akhir. Donc, create query design. I'm going to insert all of these tables. Le customer, l'order... I think data مع ال order item مع ال inventory. لقلو أنا البديه بدي ال piece name و I think كان قالب وقتها ال quantity وال price وده الدشا دونك quantity and the price مع ال order date. okay بس حيث إنه ال customer I think name حيث إنه ال client يسأل يون كيم. يون كيم يعني الفيرست نيم تاعه اسمه يون واللاست نيم هو كيم اكسبت انه مفروض هدول انا بس استعملهم لحتى لي ما اعمل فلترينج مزبوط لعمل ورك كلوز سو حشيله حقول له دونت شو هودي الاتريبيوتس. اوكي فهون حكتب له استنى نتاكد كيف بينكتب يون كيم. اوكي خلينا نجربه هون يون ابي كيم ولا هيك. دونك مفروض هلا اذا نحاول نروح نقراها ك SQL حيكون عامل select piece name quantity price and order date from inventory inner join مع order data بعدين inner join مع customer number بعدين inner join مع على ال order ID بعدين مع ال SKU كل هيدا بس للفروم. اوكي لانه جمع كل التيبلز where
customer.firstname equal to Yann and customer.lastname equal to Kim. OK? Donc, parfait. Ça me va très bien. La requête ça a été généré ma aide à l'éditeur via active parenthèse. Je sais toujours lire. Ce n'est pas grave. OK? شيء الوحيد اللي انه عم تكونوا عم تفرجوني وانا ما عندي مشكله اني اشوفه يعني ما سا ديمينيو با لي نوت هو انه والله انتو ما عملتوها مانيوالمون لانه الواحد بيشتغل مانيوالمون بيختصر باسماء الاتريبيو والتابلو هالقصص هيدي فانه انتو والله استعملتوا الكويري ديزاين مثلا طالما الركات كوركت مثل هلا هون مثلا بين عندي اشترى هذا الزلمه جوبلي عدد 3 وكسرول عدد 1 بواحد بواحد بهدول البرايسز بهدول التواريخ ف اوكي يعني بس يطلع عندي هون 4 مثل ما انا الركات تاعيتي عاطي ويبينوا علي جروس مودو هاو دينيمز دونك جو ديري انه تو فا بيان اوكي فوالا دونك اون سوفغارد افيك لو نون Q8 اي بي جو دي اوكي داكور بارفي دونك لا سيت بارتي سي غاني هلا فدنا الفورمز اند ريبورتس بالفورمز شكله عطينا بس نعمل فورم بازي على اللي نقدر ندخل كي افيش لي برينوم نون ادريس دو ليفريزون اي نيميرو دو تيليفون دي كليون اي اون فا لا بيرسوناليزي دو سيت مانيير لا داكور دونك حسكر هون الركات روح على كرييت وقول له بدي نيو فورم حقله استعمل الفورم ويزرد لو جو في شوازير التابل اللي اسمها customer رجع نتأكد منه سريعا بدو first name last name shipping address وphone لو كنا ايهم بنفس الاوردر first name last name عم بنسي هون shipping address and phone shipping address and phone داكو حنقله next حنقل columnar view et puis je vais l'ouvrir pour saisir des données لنشوف اذا grosso modo عطاني la bonne chose donc تأكدوا اول شي بس انه بالقليل الشان طالعين dans le bon ordre où tout va bien et après il faut commencer la customisation عاد ما بدو يعمل customization ما في مشكل ف هون مبين زيد هون last update من تحت مثل ما عملنا نحن بالمختبر المرة الماضية مغير ال background حاطت هون espace بين كلمة first و name و last name shipping address كمان نفس الشيء ال titre il est de cette police là ok donc on peut بروح انا على design view بعلم هذا التكست وبغير هون بالفورمات اللي هو قايل عليه دونك سي جو كرو 28 بوين اوكي اذا ما بقى عم ينعرض منيح جو كرو هون بيقول لك اجوستي لا لارجور دو فورمولير سي نيسيسير افان دافيشي لو تكست اون انتي دونك هون نعلمها اي بي اون اجوستورا لا يبين كلمه كاستمر محطوط اسم كلمه كاستمرز ليست اوكي كاستمرز ليست داكور حاطين هون different background je crois la couleur de fond de l'entête doit être olive green tac 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 اتفقنا من وقت ال word ما حدا يعطي الهم هودي اسماء ال colors لانه بس نفقص هون نروح على format نفقص على background color في مفروض من هون يكون من ضمن لستة ال green هلا هون عندي olive green accent 3 هو قايل لي lighter ب 80% سو شكله بركي هيدا الالوان اللي هن هافين هات لنشوف اذا هيدا يس هيدا هو اللايتر 80% سو بدنا لا اكثر ولا اقل اوكي بارفي وات ايلس طالب منا الليبلي يكونوا بقلبهم اسباس بين كلمه فيرست نيم وغاجوتي دون لو باد باج ان ليبلي كي افيش اون ايتاليك لاست ابديت تاريخ محدد حتى هون ما بده تاريخ ديناميك دونك بخلاف اللي عملناه نحن بالمختبر دونك اول شيء هودي ببساطه فينا نحط لهم اسباس دو سيت مانيير لا شيبينج ادرس كمان لانه مؤلف من كلمتين اي بي هون بنجيب الكورسور لهون وبنفتح مجال لتحت شوي صار هلا في عندي الفوتر ديسپونبل صار في يحط فيه شو ما بدي بروح على الديزاين تاب وبقول له بدي نزل ليبل برسمها هون لليبل اي بي جيكري سكو جو فو لادون بحط لهون لاست ابديت مكتوب هونيك مانيوالمون جون 2018 جو كرو انه هيدي طالعه بالايتاليك دونك لا جو بو سيليكسيوني لو ليبلي بروح هون على فورمات وبقول له بدي التكست تاعي يكون ايتاليك داكور دونك تتبع على خير لو كان بده دات ديناميك كنا جينا لهون على الديزاين قلت له بدي ديت اند تايم
هون كان عطاني التايم الحالي اكشلي، كان في له بدي انا بس هيدا التاريخ بهالشكل او وات ايفر اذر فورمات، ما بدي تايم، كان عطاني اياه. هلا بسيء بحطه فوق، كان في انا جرو اخده حطه تحت، اوكي جاست ان كيس لو كان طالب مني دي جور ديناميكمون كان في حتى تحت، بما انه مش مطلوب يجو في لفسي مش ما حدا يتوسوس ب هو عم بيشتغل الاكسرسيس. اوكي بارفي، دونك هذا الفورمولير لا ميم مانيير ا بو بري اون فرا لو رابور بدو اي ثينك البيس نيم اس كي اس كي يو اي دي ايتترا، دونك كل المعلومات تاعو لو برودوي كي افيش لا ليست دو برودوي ان ستوك trier par ordre croissant de nom et vérifier dans le rapport wizard que toutes les colonnes s'affichent sur la même page. Rajouter un bouton intitulé Print Preview qui déclenche Print Preview. Elle est manière. Donc là, je vais fermer ce formulaire vu que tout va bien là-dedans. Create report wizard. Wa min hon na table li isma order inventory sorry. Na ikel li chan tiou lo. Next, do you want to add any grouping levels? Halula, ma bati. Ascending order by piece name. Et puis table review. Adjust the field width so that all the fields fit on the same page. Et puis next, preview the report. Finish. So ma frod atina nafs report li kena bayan alayna. D'accord. دونك هلا البرنت بريفيو باتن بدي روح سوري مش برنت بدي اقول له هون كلوز برنت بريفيو، بدي ارجع على المود ديديشن للرابور داكور مثل هون، بدنا نزيد له بوتون باتن فينا نزيدها محل ما بدنا، بنغير لها ليبلي لتكون شكلها كلمه برنت بريفيو. اي بوي دون ايفنت on clique dans le macro builder et puis par là je peux choisir la commande print preview. OK, OK, je sauvegarde, je ferme, voilà là ma j'ai installé le rapport et quand je clique sur print ma frodi khadni ala le print preview automatiquement. D'accord, la tsakrouha btlaqou kanno l'interface bloquée aradou aya chi جاو سكرو بصير الانترفاس بنعمل ريفرش بصير البوتون كليكابل. سي ان تروك بيزار سا ريان افار افيك لي ماكرو بس هذه شيء بقلب الاكسس. اوكي سي بون داكا، دونك هيك كنت طبقنا بارتي الاكسس كلها. بالنسبه لبارتي الاكسل نحن ريسنتلي رجعناه هون، ف حامرق سريعا بس على الكونسبت لكم شو اي فورمول بتلزم لنا. سو شكله في عنا علامات محل معين بهذا الفايل، بدو يجيب توتال كوم ايتون علامة معينة اسمي 50 وعلامة تانية اسمي 50. اوكي باردون، هو في دو كولون توتال الكويز على 100، في عنا علامات على 50 وكويز تاني على 50، فبس بدنا نعملهم سوم. داكور دونك هادي يا ما تستعمل اس يو ام الفونكسيون بتعلم الدو فالور، يا ما بتقول له اول فالور بتعلمها بلس ثاني فالور. اوكي تو ابليك لا فورمول فير لو با بيمشي الحال. بون جو في الفير سي بلس سامبل سا فا با بروندر بوكو دو تون. بارفي، دونك بدو بالتوتال كويز على 100 بدو يكون السوم تاعو هدول علامتين. اوكي دونك هي دو مايان دو الفير، يا اما بحط ايغال بستعمل اس يو ام، يا اما في علم هالفورمول بلس هالفورمول. داكور لي دو مارش تري بيان ما في مشكله ابدا. اي بي ا لا فان اون دوبل كليك ici لحاله بصير il va appliquer jusqu'à la toute dernière cellule non vide. اوكي فهيك كتير منيح، ما في داعي انا بايدي انزلوا بالماوس واطلع وانزلوا وتروح الماوس شمال ويمين، دوبل كليك على الكاري ماجيك اللي هون، دوبل كليك عليه بجيب الماوس ليطلع هون، دوبل كليك لحاله بيطبق جوسكا لا توت دانيير سيلول نون فيد. داكور الموين تاع الاكزاما هي عباره عن الموين تاع الاكزاما هي الموين تاع اكزام على 100 واكزام 2 على 100. بارفي، دونك فينا نحط لهم ايغال ا
average لا هودي العلامتين اللي هون اوكي دونك هي الطريقه الثانيه لنعمل القصص بدل ما قال له هي بلس هي ديفيزي بار 2 دونك استرا علي دوبل كليك اي سا فا اتر ابليكي اي بوي بدنا نحط له اذا قطع ولا ما قطع حسب العلامة إذا كانت plus grand égal à 60 بيكون قطع d'accord donc pass fail égal à F بفتح البارانتيز الconditions هي si cette note là est plus grand ou égal à 60 et ben dans ce cas là la valeur affichée c'est pass et sinon la valeur affichée c'est fail d'accord donc si j'applique vers le bas ma formule si le bit là est degré ça passe ou la fail d'accord. Autre que ça, qu'on a vu le final grade, qui est comme étant la moyenne pondérée du total quiz à la mi-année, ma average exam, selon les coefficients donnés dans les cellules F2 et I2 respectivement. Donner la colonne, à la colonne le format number avec uniquement deux chiffres après la virgule, comme le montre la figure 6 contre. Donc, c'est la même chose, étape par étape. 1. Chaque rang fait coefficient 1 ou 2. ممكن يتغيروا مع الوقت مشان هيك مش هدخل انا مانيوالمون 1 2 حلو ايجال ا هاي الفالور اللي هون ملتيبليي بار الكوفيسيون اللي فوق بلس هاي الفالور اللي هون ملتيبليي بار هاي الكوفيسيون اللي فوق اوكي بدي اضرب الكوفيسيون ولازم اقسم على مجموع الكوفيسيون لانه هلا اذا حطيت لي 1 و 2 بس بكره بالمستقبل يمكن يحطوا لي 5 و 6 3 و 4 اوكي فلازم اقسم اكشلي على السم تاعيت أو بالأحرى حتى كمان من دون سام لأن هني بس uniquement deux coefficients donc à la somme des coefficients اللي هي هيدي plus هيدي الفالور اللي هون except إنه إذا هلا بطبق الفورمول vers le bas شو حيصير عندي absolument donc لازم نثبت الكوفيسيون تعلمنا طريقة ما الماضي في إفوس على F4 لأمشي بسرعة ولو أنا بكون عم ثبت زيادة عن زوم طالما السؤال مش قايل لي avec le minimum de verrouillage أو طالما سؤال منه مثل سؤال التابل دو ملتيبليكاسيون لازم اعمل فيرواج لشيء واترك شيء مفروض دونك في استعمل اف 4 بفقس على اسم الفاريابل بفقس اف 4 على اسم السلول اون فيت على الاي 2 بفقس اف 4 هيك قفل لي هون اوتوماتيكمون داكور بعمل انتر جابليكري ما فورمول فيغ لو با اي لا جوري البون ريزولتا مش شايفين الارقام بيطلعوا كبار مشان هيك ثاني بارتي من السؤال عم بيقول بليز اعملوا لهم فورمات از ا نمبر افيك اونيكمون دو شيف ابري لا فيغول إذا بطلع هون على الفورمات اللي هدول السليو بيه ودجا هو جنرال دونك في نقي من هون نمبر لحاله زبطون أوكي لو كان ما زبطون كان في يتحكم بهودي البوتون لخفف عدد الديسيمو أو زيدو أو حتى كمان بقدر أفقس هون على فورمات نمبر فورمات بروح على المنيو الكاملة بس طبعا لازم يكون معلم كل السليو الكونسيرني بنقي نمبر من هون وبنقي عدد الديسيمال مثل ما أنا بدي داكور اجديري أوكي ولا j'aurai le bon résultat. D'accord ? C'est bon ? Alors, il y a des formats qui sont en train de faire un pourcentage. Parce que c'est un bon pourcentage. La vraie valeur qui est écrite, c'est 0,5, 50%. 0,05, 5%. 0,054, 5,4%. OK ? Il faut savoir comment faire. Ama la valeur affichée, ça sera vraiment le format as a percentage. OK? On fait un estimation avec le percentage. La halo va essayer de faire 5.4% ou 5% ou 5%. OK? Fa بينما la vraie valeur هون هي 0. quelque chose, مشان لما تستعملها تضربها تقسمها تعمل فيها شيء, OK? تعطيك une bonne un bon résultat à la fin. D'accord? Bon, but the minimum and maximum grade, it's a piece of cake. ما فيها شيء. Donc, but the minimum من هون لفوق اوكي دو دي 3 ا دي 40 اي بي جو فاليدري دو سيت مانيير لا اعمل كوبي لانه بس بدي اغير كلمه من حتى ماكس تحت اوكي ماكس لنفس الخبريه اوكي لاحظتوا كيف عملت كوبي للفورمول الميم لانه بدي ارجع كمان اخذ دي 4 لدي 40 لو عملت دراج اند دروب كان اخذها من الدي 5 للدي 41 اوكي فما بتحس انه صار في شيء غريب بس هو بيكون مش عم ياخذ البون ريزولتا اي لا بور ابليكي جو با ابليكي كوم سا لا سا مارش تري بيان ما في مشكل لانه بكل كولون حيصير ياخذ لي جي 4 جي 40 مدري مين 4 مدري مين 40 اتسيتيرا اتسيتيرا دونك لا سي في هون بدو السوم على الكويز 1 للعلامات الطلاب اللي هن بسيكسيون 2 اوكي شكله هون في سيكسيون 1 سيكسيون 2 شو بده؟ بده السوم تاع العلامات تاعيتهم على الكويز 1 داكور؟
Donc le quiz 1 هو هيدا اللي هون. OK. لكن هو من الدي 4 للدي 40 بدي اجيب السوم تاع هيدي الكولون sachant que le colonne l'habille B4 l'B40 يكون la valeur اللي فيها est égale à 2. D'accord? Donc بالتالي بستعمل count if sum if average if اي فونكسيون هون بتلزملي. Sum if, le count if, كانت حتجيب لي عدد الطلاب اللي هني من section 2. كان فينا نشتغل على مراحل ونشوفها. بس دغري هون انا حروح على solution اللي هي sum if. لأقول انا je veux faire la somme des. Weirdly, طلعوا نعطيه le range مع الكريتيريا بالأول. بعدين نعطيه sum range. Okay? Donc, rangé dans lequel le critère existe, هي تعيط section. Okay? Le critère هو que ça soit égal à 2. Okay? Maximum فينا نحطها كمان هيك égal à 2. OK, بيمشي الحال. Et puis la plage de cellules à additionner هي en fait D4 la D40. D'accord, D4 la D40 اللي هي بقلبها علامة إذا بنطلع بنشوف بقلبها علامة الكوز 1. OK, فهيدي بالعادة. دونك كان في لو أنا عم بقله جمع لي علامات الكويز 1 اللي هني أصلا أكبر من 20 أوكي أو أكبر من 60, يعني كان بجمع علامات الناجحين, كنت بعطيه هون D4 D40 فيرجول بلو جران و إيجال أس 60, وبسكر البارونتيز ما بعطيه بعد عن جديد برجع بقله بليز جمع لي D4, ما أنا أوريدي عطيه. بس ما يكون التابل الكولون اللي أنت عم تعمل فيها الكونديسيون مش هي الكولون اللي بدك تجمع منها الفالور, إيبان تو دونغا la colonne dans laquelle se trouvent les valeurs comme un deuxième argument. OK? وهذا كليت نحن احنا شفناه كيف انه هو محطوط بين كروشيه لانه اوبشنال. OK? وحتى هون اذا بتفحص على f دو x بيطلع عندك هون انه هدول مكتوبين بالبولد بالغرا, هيدا منه بولد. OK? لانه سي اوبشنال. اذا بنفحص عليه بيطلع لنا هيلب, هن الاكتوال سيلز تو سام اف اوميتد, اذا مش موجودين السيلز الموجودين بالرينج هن اللي they will be used. OK? دونك كثير واضحين, فيكم ترجعوا على الفيديوهات بوقتها وفيكم تجربوا فيها لحالكم. بدو عدد الطلاب اللي هن فيميل اللي هن هون I think الجندر. اوكي, هيدا بيتطلب ما قلت count if absolutely. دونك عدد الطلاب اللي هن دونك شو كوا هيدي هي C4 ل C40 pardon C4 نقطتين C40 واللي كريتير هي F. اوكي, فيميل donc المفروض عطاني 21 وعندي الافرج فور اول فيميلز اون ذا اكزام 2. اكزام 2 هو بالكولون اش, بده الافرج تاع الفيميلز اللي فيهم. دونك بده هون الافرج اف دونك ايجال ا افرج اف للكولون اللي بدي اعمل عليها الفيلتر هي سي 4 ل سي 40 مثل من شوي, لقال له انه الكريتير هو اف. اوكي, بس الرينج اللي بدي اعمل لها افريج هي الرينج اللي هي الاش من اش 4 ل اش 40. داكور, دونك بدي اعمل موين للاكزاما علامه الاكزامان 2 لكل الفيميل. اوكي, لكل الفي دون لا كلاس. داكور, وان لاست ريمارك انه نحن هون وقفنا عند هذا القدر من شو اسمه بوقتها, فما كان عندي كتير اشي عن الفي لوك اب. فينا انتم مرنوا حالكم مثل ما اشتغلنا نحن قبل البارسيال, اشتغلنا شوي حطينا مثلا هون انه محل حنحط نحن let's say student name. اوكي, حنكتب نحن بشي محل student name وتحت حنحط له exam او مثلا final grade. اوكي, وهيدا هو بيكون خانة حدا حيدخل فيها valor. اوكي, نعلمها هيك بهالطريقة هيدي thick border, وهون نحن حنعطي الريزلتا فحنعطي بالرمادي as usual لأنه مكتوب مفروض فيه فورمول عم تجيب لي الريزلتا. داكور, دونك دون سو كا مفروض إذا أنا جيت قلت له let's say جوي فينسن أو whatever. أوكي, مثلا جوي فينسن مفروض يروح يجيب لي 58, هذه علامته. أوكي, أو يمكن simplement إذا فيل ولا باس. أوكي, دونك في حد فاينل جريد أو داكور, دونك هذه بدها في لوك أب. داكور, دونك الفالور اللي حتنكتب هي موجوده فوق حلو ايجال لفي لوك اب. داكور,
الفالور ا ريشيرشي حتكون موجوده هون حدا حيجي يكتبها هون حيكون قصدي انه حكتب فالور هون يكون انا قصدي اعملها ريشيرش باي تابل بالتابل اللي موجوده فوق اللي هي التابل تاعي تو لي نون اتفقنا فينا نعلمها هيك ونجي بالماوس نعلم لحديد اخر سيلو نون فيد باردون بالكيبورد شيفت وكنترول وسهم اليمين بعلم كل اول سطر سهم لتحت بعدني فائس على شيفت الكنترول بيعلم لاخر التابل سو هون لا شك انا يمكن معلم شوي اكثر ما انا لازم لي بس اتس نوت ا بيج ديل اوكي المهم كون حارس انه الفالور اللي عم فتش عليها تكون موجوده باول كولون اوكي اللي هي حتكون لو نون دو ليتيديون والفالور اللي بدي اياها موجوده دون لا سيليكسيون اللي هي هون مثلا او هون فهي موجوده من ضمن السيليكسيون داكو اي بي الكولون ا رونفوي لو انا بس بدي اجيب علامته كنت بعطي كولون نيميرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لكن بدي اجيب بس اذا باس او فيل كنت بعطي 10 داكو حسب انا شو بدي اجيب دونك لا جو في باسي 9 كوم لاندكس دو لا كولون ولانه عندنا تكست دونك هم تتذكروا اذا ابروكسيميت ماتش لانه بدي اجيب اقرب علامه على 10 شوف اول واحد بالناجحين نعمل نتركها بار ديفو ترو بس اذا انا بدي اجيب اكزاكت ماتش لاني عم بشتغل مع التكست فجو بو دير فولس اوكي اعمل دوبل كليك عليها انا اها بسكر البارونتيز مش الحال هلا اذا بدي اعمل لها ديكوراسيون مشان ما تعطيني ان اي طالما ما حدا كتب اسم فوق كان فينا ينقل له if is an a the look up affiche rien else affiche the look up او كان في فونكسيون تعلمناها سوا اسمها if an a على الحارك نلو if an a هيدي الخبريه then n'affiche rien اوكي مشان ما بقى يعرض لي هيدا الريزلت داكو دونك صرنا كثير بروفيسيونيل هلا اذا بيجي بكتب له مثلا الن بريزينو اوكي المفروض غريب تطلع لي علامته اللي هي actually هون علامته 81 داكو كده الفي لوك اب لو استعملت لاي غرض اخر اوكي بالنهايه زيتها سي بون داكو دونك بيوند هذا الشيء مستحيل يجي اوكي مخفف اقل اسئله منوعين كذا ممكن بس انه اكثر من بيوند هدول هذا هو السكوب تاعنا كتر خير نعمل لك الهدول خلال كل هالسنه وتشكركم لمتابعتكم خاصه هالتايني جروب اللي اجا حرص دائما يكون حاضر الخميس حتشتغلون انتم بالمختبر حتى اللي بيخلص فيه يرجع يشوف اكزام قديم يعني اوكي بس شفتوا بتعبي لكم ساعه ونص وانا بكون حاضر لاي سؤال عندكم اياه ان يو شود بي ريدي فور ذا فاينل اكزام ان شاء الله اوكي على امل يبقوا معكم الافكار والمعلومات وتستعملون فعليا بالبروجي تاعكم المستقبليه باي ماده كان ولا سينيور بروجكت او غيره سي بون اوكي بارفي دونك ميرسي بيان